في إطار توجهات السعودية للغوص في مجال التدريبات العسكرية البرية والجوية والبحرية، تنفذ القوات البحرية السعودية خلال هذه الفترة تمرينات عسكرية مشتركة مع وحدات من البحرية الفرنسية، وذلك في سياق التعاون العسكري بين البلدين. وفي التفاصيل، أكدت وزارة الدفاع السعودية عبر صفحتها على تويتر أن القوات البحرية الملكية السعودية أعلنت أنها تنفذ مع القوات البحرية الفرنسية تمريناً بحرياً مشتركاً تحت عنوان القرش الأبيض 21. ونشرت الوزارة مجموعة من الصور الخاصة بالتدريب البحري الذي تشارك فيه وحدات بحرية من الدولتين. ولفتت السعودية إلى أن هذا التمرين البحري الثنائي المختلط يأتي لتبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة. وأكد قائد القوات البحرية الملكية بحسب العين الإخبارية أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة HSI-32 ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد العسكري للقوات البحرية في المنطقة، وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة. هذا وتضمنت الاتفاقية الموقعة مع شركة CMN الفرنسية تصنيع وتوريد عدداً من الزوارق السريعة من نوع HSI-32، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في السعودية ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم. وكانت السعودية قد تسلمت في أيلول الماضي الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين في مجال التصنيع والتعاون العسكري. ويذكر أن السعودية كانت قد أعلنت عن مشاركة طائرات القوات الجوية الملكية السعودية في مناورات التمرين المشترك علم الصحراء 2021 في الإمارات العربية خلال شهر مارس الجاري، كما شاركت سابقاً في مناورات بحرية مشتركة مع أمريكا تحت عنوان المدافع البحري 21، والتي هدفت إلى رفع الجاهزية العسكرية وتوسيع التعاون الأمني البحري بين البلدين وحماية المياه الإقليمية وتبادل الخبرات.